بداية نستعرض مع حضراتكم مباريات النهاردة في كأس العالم للأندية الساعة 4:30. الوداد المغربي هيكون على ميعاد مع الهلال السعودي، أما الساعة 7 مساء فسياتل ساوندرز الأمريكي هيقابل النادي الأهلي المصري. طبعا مباراة النهارده ما بين النادي الاهلي وسياتل الامريكي مباراة اكيد مستنية كل الناس، وطبعا اكيد من هنا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وان هو يحقق الفوز. اكيد مباراة صعبة، ولكن النادي الاهلي بادائه في مباراة اوكلاند بيقول ان هو ان شاء الله قادر ان هو يتجاوز المباراة دي وكمان يوصل لقبل النهائي. فتشكيل النادي الاهلي النهارده المتوقع في المباراة ممكن كمان يشهد غياب كهربا وده بسبب الاصابة، ولكن تعالوا كده نشوف معاكم ونستعرض التشكيل الاقرب واللي استقر عليه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عشان يواجه بيه سياتل ساوندرز الامريكي في المونديال. في حراسه المرمى محمد الشناوي، في الدفاع علي معلول متولي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، في الوسط حمدي فتحي، عمرو السليه، اليو ديونج، وفي الهجوم احمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف.